ابتدائية مراكش تصدر أحكام في قضية التشهير ببطمة وتدين سلطانة. قضت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الخميس بإدانة المصممة سيام بادة الشهيرة بسلطان بخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع أدائها لمطالب مدنية بقيمة 10,000 درهم لفائدة ابتسام ودنيا بطمة مع براءة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد المديمي. وصدرت أحكام يوم الخميس على خلفية الشكاية التي تقدمت بها دنيا وابتسام بطمة عام 2019 ضد محمد المديمي وسعيد شرف وسهام بادة، اتهمتهم فيها بادعاء وقائع زائفة بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير. يشار إلى أن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة تقدمت في غشت 2023 بشكاية جديدة ضد الفنانة سعيدة شرف والمؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بريدة ولد الشنوية. وكشف مصدر مطلع أن شقيقتين تابعتا الفنانة المغربية على خلفية قضية حساب حمزة منبيبي، فيما وجهت للمؤثر تهم السب والقذف والتشهير والابتزاز. واتهمت دنيا بطمة في عدة مناسبات سعيدة شرف التخلف عن حضور جلسات المحاكمة وتغييرها لمقر سكنها الرسمي، فيما نفت الأخيرة الاتهامات وكشفت أنها لم تتوصل بالاستدعاء.